السلام عليكم، مرحبا بكم، معكم مقدم الصربه ديال عبد الله الحديوي. مرحبا بكم في الدوره الاولى ديال الموسم سيف كمال الدين الحديوي في عين الجمعه في بوسكوره في ولاد حدو. الدوره الاولى مشاركين فيها 10 ديال الصروب، مشاركين الناس من دار بوعزه من ولاد حدو. الفكره انا يا معلم من الواليد، داكشي جاي ابا عن جد مولوع، الناس ما كاينش مهرجانات، ما كاينش سميتو، قلنا نطوعوا ننظموا مهرجان. كركب قديم صراحه، ولكن ما جاتش بالعمر، راه كاينين الناس كيركبوها 3 سنين عامين وكيتعلموا، فهمتي؟ ان شاء الله مرحبا الا كان داكشي ان شاء الله عاجبكم، ومرحبا بكم. لكانوا الناس زعما منظمين وداكشي، راه ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله تكون الدوره الثانيه والثالثه ان شاء الله، ومرحبا بكم. الله والصلاه على رسول الله. عبد الرحيم صمو، دوار ولاد احمد، دار بوعزه، عماله النواصر. وبالنسبه حنا فرحانين حنا في هذا العرس ديال كمال سيف الدين كمال الحديوي والحاج عبد القادر غيزلان. الحمد لله مهرجان في المستوى، طلبوا الله تبارك وتعالى يسر الجميع. حنا فرحانين، وليداتنا فرحانين، والعائله فرحانه، والحمد لله الخير موجود والماء موجود، بالنسبه للضوء موجود، الكهرباء كاين، بالنسبه للبارود موجود، الحبه موجوده، 10 الصربات 10 العلفات في المستوى. الحمد لله خير كثير هذا، وهذا الشيء كيفرح، ونطلبوا الله تبارك وتعالى السلامه للجميع. وبالنسبه لي انا شاركت في دار السلام في 2015، وديت الرتبه الاولى في جهه الدار البيضاء الكبرى هنا في بوزنيقه، ومشيت المباراه ما بين جهه مراكش وفزت بالرتبه الرابعه، ومشيت لدار السلام الحمد لله ولعبت الفينال، ومثلت جهه الدار البيضاء الكبرى في معرض الفراس، لعبت قدام سيدنا مع الضيوف ديال حاكم ابو ظبي وحاكم دبي ومع الملك ديال البحرين، ودانا سيدنا الخيل، تعرضنا عيد الوطني ديالهم الذكرى 44، مشينا ل ابو ظبي الحمد لله، مشينا للامارات، وكنا في واحد المعرض ديال الفرس تما الحمد لله، ومشينا للقريه العالميه، مشينا لمدينه جميره، مشينا لدبي الحمد لله، كنا في المستوى. الخير مشات في الطياره، تهلا فينا سيدنا الله ينصره والله يشافيه، ونطلبوا الله تبارك وتعالى الخير لهم جميع الاسره العلويه، وعلى راسهم الشريف مولاي عبد الله العلوي رئيس الفروسيه التقليديه. وبالنسبه الشريف مولاي عبد الله عطى واحد النكهه للخيل ديال التبوريده، الحمد لله دابا راه خير كثير هذا، راه الحمد لله دابا وصلوا لمستوى عالي، نطلبوا الله تبارك وتعالى يسهل عليه وعلى راسهم عمر الزقلي اللي هي شركه سوريك، شركه ملكيه لتشجيع الفرس، الحمد لله حتى هي عطات واحد الوجهه لمولي الخيل. ودابا راه غيكون كل جهه غتكون فيها ملعب ديال التبوريده. بالنسبة لجهة الدار البيضاء الكبرى راه غادي يكون إن شاء الله جيت سيدي أحمد المجدوب، جماعة طوالع راه بادي دابا الحمد لله، غادي يبدا الورش دابا، كاينة واحد المنحة ديال 4 مليار، وغادي يكون إن شاء الله 80 بوكس، وغادي تكون مدرسة ديال الخياطية وديال الشرقاوية، والحمد لله هذا فضل ديال الله. سيدنا كيوصي على مولي الخيل، طلبوا الله تبارك وتعالى يرحم الحسن الثاني ومحمد الخامس وشريف الدين